صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 98 لسنة 2019 بتنظيم الجهاز الفني والإداري لمجلس المناقصات والمزايدات. وجاء في المادة الأولى: ينظم الجهاز الفني والإداري لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك على النحو الآتي: الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات بدرجة وكيل وزارة، وتتبعه إدارة التقييم الفني وإدارة المواصفات الفنية والتأهيل.